صباح الخير. مرحبا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا دكتور. دكتور علي عندي لك شيء ألف سؤال. عندنا طفله هنا عندها مشكله في الغداء. كبرت وبعدني ما كبرت. كده تمام يا فندم، اهلا بيكم، تحت امرك طبعا. انا ببلش بالالف سؤال اللي عندي. تفضل. بالعادات والتقاليد تبعنا احنا كعرب للاسف دائما الولد بس يبكي بنعطيه مصاصه، تمام، نعطيه كندي، نعطيه حيلا شيء بس كرمال السكر ويسكر. تمام. هيدي انا بنظري شيء كتير سيء، انت مثل كانك عم تعطيه ممنوعات للطفل بهذا العمر. أكيد. بس كرمال تريح راسك وتسكت. اكيد بتوافقني هذا الحديث؟ طبعا طبعا. اولا الاشياء دي بتبقى فيها مواد ملونه، المواد الملونه دي خطر على الصحه ولها اعراض جانبيه كتيره جدا، بالاضافه ان السكر الاشياء المحلاه بالسكر المفروض ما نعطيهاش لاي طفل قبل يعني قبل سن 7 سنوات، ما بنديش اي شيء محلى. اولا بيصد نفس الطفل، ثانيا بيخلي الطفل معتاد على هذا النوع، وبيسبب له كمان بعض الفطريات وبعض ضعف المناعه طبعا، وفي نفس الوقت يمكن يكون له اثار وخيمه مش على المناعه بس على النمو بتاعه ونقص الوزن بتاعه والمناعه بتاعته، واحيانا يسبب كمان حساسيه لبعض الملونات اللي موجوده، احيانا يسبب حساسيه في الانف، احيانا يسبب كمان الحساسيه المزمنه دي تؤثر وتؤدي الى حساسيه على الصدر. صح. اوقات كمان بتؤدي لنقص الوزن، اوقات كمان بتؤدي لامراض في المستقبل متعلقه بقى بحب الطفل للسكر المضاف، وبالتالي امتناعه عن اخذ الاشياء اللي هي المفيده والصحيحه. تمام. دكتور علي انا موافقك بهذا الكلام 100%، ولكن ايهاب لما طرح محور انه والله بنسكت الطفل، فعليا انا تنرفزت، فعليا انا عصبت، لانه فعلا مثل الممنوعات مثل ما شبه تشبيه بليغ وصحيح. والله يعني احنا كانوا يسكتونا بطريقه ثانيه يا ابو، ولكن نحن عودنا اطفالنا على هذا الاسلوب. عودنا اطفالنا انه يلا بس بدك حلويات يلا صيح ابكي او نادي او عصب يا طفل عشان نعطيك الحلويات. تمام. هذا الاسلوب احنا عودنا عليه، ولكن نحن خلينا نروح لمكونات الحلويات، بنلاحظ انه في اشياء نحن ما بنفهمها، يعني A440 CL4 رموز على الباكت، في رموز بحطها احنا ما بنفهمها، وهذا بس تعقيبا على الحديث تبعك تكمل عليها. بيأثر هذا كله على نمو الطفل حتى. أكيد. يعني بتلاقي صار في عنده تأخر بالنمو للطفل. أكيد. مزبوط. تمام. يعني بتلاقي بعمر الزمني. مش التأخر النمو بس، المشكلة إنه معظم الشركات بتحط حاجات إحنا ما نقدرش نعرفها، ملهاش كواشف للأسف، وتسبب أحيانا صداع نصفي، وأحيانا بيبقى في جلاتين نباتي. بعض الأطفال مثلا اللي عندهم أنيميا الفول ممكن يسبب لهم تكسير في الدم من غير ما نحس، يبقى في ضرر مباشر قد يؤثر على حياه الطفل، تكسير الدم مثلا. صح. ويسبب انيميا ويسبب ارتفاع ضربات القلب واصفرار في العين، ده من حاجه بسيطه، من حلويات بسيطه. الحاجه الثانيه انه مش كل المواد اللي احنا نعرفها بيكتبوها، يعني احيانا في مواد معينه بيضيفوها وما نقدرش نعرفها بسهوله، وبنقعد احنا نلاحق الشركات دي لانها بتبقى شركات كبيره جدا، بنقدر نحقق كاطباء لغايه لما نعرف المكونات دي. هم عندهم ابداع شويه في اضافه الاشياء اللي بتخلي الطفل يتعود على الحاجات دي، وبالتالي الاشياء دي كمان السكريات بتؤدي لنشاط زايد، وبتؤدي كمان الى عصبيه، وبتؤدي لقصور اجتماعي، ان هو الطفل بيبقى اجتماعيا ممكن يبقى عنيف، ممكن يبقى يلجا كمان لانه سلوك غير اجتماعي في المكان او السوبر ماركت عشان يحصل على الشيء اللي هو عاوزه. صحيح. الاضافه كمان في اشياء محلاه زي الايس كريم مثلا، الايس كريم ده احيانا بيبقى يكون فيه ميكروبات سواء شئنا ام ابينا، احيانا بيكون فيه، وبالتالي انه التلج اللي موجود فيه او الميكروب اللي موجود فيه بيبقى مقاوم للتلج، بالاضافه ان التلج نفسه بيضعف المناعه اللحظيه اللي هي موجوده اول خط المناعه عندنا اللي هو اللوز اللي هي موجوده في الزور، وهي جزئين، جزء خلف الانف وجزء خلف طبعا الفم للداخل. اول ما احط شيء مثلج بغير على طول الكيمياء بتاعت المكان دوت، وحبذا بقى لو الطفل كان عنده فيروس او عنده حاجه بادئه
او يكون في ميكروب في الايس كريم ده او في سوء تخزين في الحراره او الاوقات دي، على طول بتبدا المناعه تضعف وعلى طول تبدا اعراض التعب بتاع الطفل. بالاضافه انه الطفل بيرفض الغذاء اللي هو فيه بروتينات وفيه نشويات، وبيبقى صعب ان انا ارجعه تاني للغذاء الصحي، وبالتالي بتنقص عنده بعض المواد، لانه المشكله انه سوء التغذيه ما بيجيش يعني بيجي بحاجات متجمعه. يعني اذا انا عندي سوء تغذيه بيبقى في سوء تغذيه في البروتينات، سوء تغذيه في فيتامين د بينقص، سوء تغذيه بينقص كمان الكالسيوم، سوء تغذيه بينقص الحديد، وبالتالي كيف سوري بس لان عم اقطشك بالحديث لانه متحمس للموضوع. كيف فينا نعرف انه هذا الطفل عنده اعراض انه مش عم يطول مش عم يكبر؟ كيف يبين معنا؟ هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا موضوع النمو ده موضوع بيرجع من الاول والاخر قبل الطفل ما يتولد. لازم طبعا بيبقى في متابعه للعائله، هل فيها حالات قصر عامل وراثي؟ عامل وراثي. الحاجه الثانيه ان الام نفسها الصحه بتاعه الام وعمرها، اذا كان عمرها كبير مثلا بيتعمل لها فحوصات معينه، اذا كان عندها عيب خلقي مثلا في الرحم يبقى الطفل هيتولد صغير، اذا كان عندها مرض في الغده الدرقيه لازم يتعالج، مظبوط، اذا كان عندها السكر لازم يظبط، اذا كان عندها الضغط لازم يظبط علشان حجم المشيمه يكون حجم مناسب ويكون التغذيه سليمه للطفل. الشيء الاخر ننظر لها هي، هل هي عندها مرض مثلا في الغضاريف مؤدي الى قصر القامه بتاعها؟ يبقى ده ممكن يورث بنسبه ما للطفل. بس دكتور احنا متى ناخذ الطفل عند الطبيب؟ احنا نعرف ان الاطفال دائما قصارهم يكونوا صغار، كل ما نلاحظ انه حجمهم اذا هو قاعد يتغير ولا لا، فمتى الوقت المناسب ان احنا صدق لازم نزور فيه الطبيب؟ هو حضرتك في حاجه اسمها زيارات روتينيه للاطفال الطبيعيه، وفي زيارات بتبقى اكتر شويه للاطفال اللي بيتولدوا قبل ميعادهم حجمهم صغير او ما يتولدوا. اللي بيتولدوا قبل ميعادهم مثلا الاطفال اللي هم الخدش دول ليهم متابعه بتبقى اكتر شويه، احيانا مرتين في الاسبوع او احيانا مره في الاسبوع اول شهر او اتنين، لحد ما ندي الفيتامينات اللازمه ونتاكد انه الطفل بدا ياخد الوزن اللي هو المناسب لسنه وبدا يبقى زي الاطفال الطبيعيين. وبالتالي يبقى دي بالنسبه للاطفال. الحاجة التانية، في أطفال أنا بلاحظ عليها من أول زيارة أو ما يتولد الطفل أو أحيانا كمان من الأشعة التلفزيونية اللي بتتعمل للأم أو أحيانا فحوصات تتعمل للأم، تكتشف أنه في مرض مثلا زي الترايزومي 21 أو متلازمة 21. صحيح. لما نكتشفها مبكرا يمكن اكتشافها نسبة 85%. إزاي؟ من سن الأم، وبتحط جداول معينة ان احنا بنكتشف مثلا انه عند الاسبوع 11 ل 14 بنعمل تحاليل معينة، وكمان ممكن ناخد عينة من خلايا معينة للطفل، واحيانا ناخد عينة من دم الام عشان الدي ان اي او اللي هو التوريث، وبتكملوا باقي الفحوصات. كلام جميل، يعني نعرف قبل البيبي يطلع من عند الحيوان. طبعا. أوكي. بكتشف حتى حجم ونسبة العظم العظام لبعضها، بكتشف كمان الامراض اللي هي اقدر اتخيل واقدر اكتشف كمان بعض الامراض اثناء دي. اول حاجه. الحاجه الثانيه، اول ما اشوف الطفل اول ما يتولد في علامات معينه على نقص الهرمون، اذا كان نقص الهرمون نتيجه مثلا عيوب في تكوين الغده النخاميه، الغده المايسترو اللي هي مسؤوله عن تنظيم هرمونات كثيره خاصه بالنمو، دي بكتشفها ممكن اثناء الحمل، وممكن اول ما اشوف الطفل شكله بيبقى باين على طول في عنده عيوب خلقيه معينه تخليني ابدا افكر ان الطفل ده لا عنده نقص نمو. الحاجه الثانيه، لو الام عندها نقص فيتامين د، في حاجات معينه بتبان على الطفل من اول ما يتولد. صحيح. انه عنده نقص فيتامين د. صحيح. بس دكتور في سؤال، بما انك تكلمت عن الهرمون للاطفال، هل في اثار جانبيه من وراء الإبر اللي بتنعطى للأطفال، خاصة إبر الهرمونات هاي؟ حقيقي. شو إيجابياتها وسلبياتها لو تفصلنا إياها؟ يعني. أولاً إيجابي، أولاً نقص الهرمون له أسباب كثيرة، لكن إحنا بندي هرمون النمو للأطفال ليظبط احتياجها له. مش بالضرورة إنه يبقى عنده نقص هرمون النمو، أحياناً بندي هرمون النمو لأطفال مثلاً في أمريكا بيدوها لو إحنا توقعنا إنه مثلاً القامة بتاعت الطفل هتكون عند البلوغ مثلا أقل من 160 بالنسبة للذكور، فده مثلا أبروتش معين إحنا بندي هرمون النمو. أي عمر؟ بنبدأ فيه بدري، بنبدأ فيه مبكرا تقريباً. يعني أقول لحضرتك، يعني إحنا أولا قبل ما تقفل محفزات العظام،
قبل ما تقفل، بمعنى انه المفروض انه قبل البلوغ، قبل بدايه البلوغ صحيح. بنبدا مبكرا، حتى ممكن نبدا من السنه الاولى او السنه الثانيه، اذا عملنا التحليلات المناسبه اللي اكتشفنا فيها انه الهرمون ده ناقص. طبعا دي محتاجه مراكز متخصصه، بس اهم حاجه هو وضع الطفل على منحنى النمو. كل طفل له منحنى النمو بتاعه. يعني صحيح. ايه منحنى النمو؟ عند نقطه معينه بتابع النمو بتاعه عند سن معين وعند متعلقه بجنسه كذكر او انثى، وكمان بعمره وكمان بولادته، وزنه عند وزنه، محيط دماغه، طوله، الكلام ده مهم جدا عند ايه الولاده، ثم متابعته على منحنى النمو بتاعه. ساعتها انا ببدا احط بكتشف هل هو الحاجه الثانيه بقى الاعراض الجانبيه. لا، اعراض جانبيه كتيره صح، ولكن دكتور خليني اروح معك لقصة ثانيه وجانب اخر. احيانا بنلاحظ انه في اطفال عندهم درجه الاستيعاب شويه بطيئه او متاخره نوعا ما، انه بنقول والله الولد مش فتح هيك شوي متنشن يعني، او انه عامل بريك. ايوه، هذا النوع من الاطفال شو علاقته بالنمو اللي انت بتحكي عليه دكتور؟ كيف بيأثر النمو على الفهم والاستيعاب عند الطفل؟ اولا طبعا العقل السليم ببساطه شديده موجود في الجسم السليم. لو في امراض مثلا زي الكلى او القلب، او امراض مثلا زي زياده الهرمونات او البلوغ المبكر، او الامراض دي كلها بتؤثر على الجسم، على النمو الجسم، وفي نفس الوقت برضو ليها تاثير على النمو العقلي. في اطفال مثلا عندهم الطفل اللي هو اللي عنده الطفل اللي هو متلازمة داون، ده بيبقى قصير وفي نفس الوقت بيبقى عنده كمان نقص في النمو بتاعه، وعنده الذهن بتاعه او الذكاء بتاعه منخفض. في نمو معيار نمو معين لاصحاب متلازمة داون؟ لهم طبعا المنحنيات النمو الخاصه بيهم. أوكي. اللي احنا بنتابع فيها طبعا هم محتاجين متابعه في حاجات كثيره، مش تختلف عن الشخص السليم طبعا يعني. ليهم منحنيات النمو بتاعتهم، ليهم الوزن بتاعهم، ليهم الفحص الدوري اللي هو قد يصل 6 شهور احيانا او سنه، للقلب، للغدد، هم معرضين اكثر لنقص الغده الدرقيه، معرضين اكثر للاورام، معرضين اكثر لامراض طبعا امراض المناعيه، لامراض القلب، للحساسيه من القمح، اللي نقص فيتامين د، معرضين لاشياء كثيره. فدول لهم فحص دوري وليهم الطريقه بتاعه المتابعه بتاعتهم. زين دكتور، نتكلم عن نمو العظام مثلا في شخص مر عليه سنين، صار عمره يمكن 10 سنوات او 15 سنه، ولاحظ على نفسه انه هو قصير قامه، في علاج حقه يكون يقدر؟ كل ما كان العلاج مبكر كل ما يكون افضل. طبعا ده بيبقى عايز توعيه الاب والام، يشوفوا هل شكل الطفل طبيعي ولا لا. احيانا بيبقى فيه علامات خلقيه معينه بتلفت نظري، احيانا ما بيبقاش يعني النمو ما بيبقاش مواكب لاقرانه، يعني بيبقى هو في عائلات فيها النمو بطيء، يعني تلاقي الطفل بيبدا حتى بلوغه بيبقى متاخر ويوصل يبقى زيه زي الانسان العادي. ده طبعا تاخر طبيعي، وفي بعض العائلات بتبقى قصيره وبتمارس حياتها طبيعي جدا. فده جزء من ملاحظه اولا، ان احنا نلاحظ الطفل كاسره. الدكتور من برضه المفروض يلاحظ انه هل النمو بتاعه متناسق ولا لا، هل الجزء الاكبر من الجسم العلوي متناسب مع الجزء السفلي ولا لا، طول الايدين هل متناسب. في بعض الناس بتبقى قصيره بسبب قصر الاطراف، في ناس بتبقى قصيره بسبب قصر اللي هو الجذع، دي بنكتشفها هل متناسق جسمه ولا لا. الحاجه الثانيه انه الذكاء بتاعه طبعا مرتبط جدا، لانه في بعض الامراض معينه بيبقى في الطفل زي ما حضرتك قلت عصبي او ذكائه كده بترتبط بالنمو بشكل كبير. ساعتها انا بقول دايما انه دايما احنا بنحاول انه نعمل زيارات دوريه، انه دايما نحاول ان احنا نحط الطفل مع الطبيب، لانه الطبيب في علامات معينه للجلوس، للوقوف، للضحكه، لانه راسه تصلب ويقدر يحتفظ بها، للنظر في علامات معينه، في للسمع، في فحص اللي هي الانعكاسات العصبيه بتتعمل. كل حاجه ليها عمر معين ومساحه محدوده نقبل فيها صحيح. تاخر. اهم شيء الوعي عند الاهل. في شيء بس هيك عم نحكي كثير جدي بالموضوع، بدي اعطي هيك شيء صغير كان يصير معي وانا صغير، ما بعرف اذا مضبوط ولا لا. كنت قبل ما انام كانت الوالده كانت تلفني بحرام وتربطني
عشان أيوة. تطول تطول او اذا نقصت فوق يكسر عشان كان جوكينج ايه كان كان ومش انا بس يعني كان في تقول العائله كلها نامت القماط يمكن هو يقصد كيف تلف ورق العنب انا كنت نام نومه ورق العنب انا سمعت ان الفتره الاخيره الاعشاب كمان كان يشربونا كتير قصص من والله دي حاجات طبعا حياتك في حاجات بتبقى ثقافيه انما ما لهاش تاثير احنا طبعا النمو بيحصل اثناء النوم النمو عشان كده الطفل لما بينام ساعات طويله وبيبقى لازم ما حدش نموه بان انا اخليه ما يتحركش الحركه مفيده تمنع الحيابوس وتساعد على النمو كمان اثناء النوم فيك تتخيل قديش كنت تتعذب تفوت على الحمام انا بسعك بسعك يا عشان تطول تاكل ورق عنب هو ده طبعا حضرتك زي ما حضرتك قلت دي حاجات ثقافيه وموروثات وطبعا كل ما بيتقدم الادراك والوعي كل ما نتخلص منها الشيء الاخر حضرتك السؤال الثاني اللي حضرتك قلته اللي هو الاعشاب الاعشاب ده شيء مش يعني محبذ لانه احيانا اوقات تتحط في الاعشاب مواد سميه معينه احنا ما نعرفهاش احنا بنؤمن ان الطب له يعني نتائج معروفه هرمون النمو اعراضه الجانبيه بتكون قليله جدا مثلا اهم كتير جدا من الاعشاب الاعشاب في انا بس بقرا حاجات كتيره جدا ما لهاش علاقه بالواقع كلها وصفات بصل وافوكادو وحاجات وفول صويا واشياء هذه قد تسبب عادات وتقاليد يمكن هي عادات وتقاليد شيء فعال اكثر وكمان مثل ما حكينا من قبل اهم شيء توعيه الاهل كمان بهي الحاله دكتور علي شرفنا ونورتنا اهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك, فيك ونحن اكيد رح نطلع بريك سريع ونكمل نقمط ايهاب ونرجع يلا شكرا